اوكي حاليا عندي سيارة مدرعة، عندي الكابنز. وات وش حد يسوي نود مكبر لي او مهفك؟ اوكي مثل ما قلت لكم يا شباب، راح اروح اسوي ريسايكل كذا واروح اريد نود. ما راح اريده كامل بس راح اوريكم وش اسوي. بس اخاف نود يبي يعرف كم عندي جراج دور، فاتوقع اني اوكي وصلت البيس. عندي اول ريفاينري، اقدر اصهر النفط في بيسي، بس اهم شيء عندي لو جريد. بما ان النود عنده مستعمره خشبيه، راح اروح احرق المستعمره واطب عليه، اعرف تصميم البيس وكذا. على الاغلب راح يدعسني لان هذاك بيسه، بس راح اروح بالسياره اشوف ايش اقدر اسوي. اوكي على حسب كلام موقع رسلابس يقول 7 مولوتوفز. ان شاء الله ما اندعس قبل حتى ما اوكي ايب موجود اونلاين. اند يلا ليتس دو ات. برو وات او ماي جاد 4 اخر او ماي جاد. حسبت انك كفايه ايش اسوي؟ ما عندي رصاص كفايه اصلا. راح اصنع مشيتيز اكسر بيزه هو ولا راح يطلع لي؟ متاكد راح يطلع لي. اوكي هيث 1 اتش بي راح ينكسر. اوكي وين نوت؟ انا متاكد هو في الكامباوند، هو في المستعمر، انا بس انا ما اشوفه. راح اطب. اوه شيت عنده سيارة برضه. حاسخذ نصف المستعمرة بسيارتي. اوكي طلع 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 طلع. اوكي رجع داخل السيارة، راح اطلع انا راح اطلع. ابي اطب للسطح، انا ابي حتى اشيك على نفس الديزاين او لا. احس انه هو نفس الديزاين اصلا، دايم نود يسوي هذا الديزاين. برضو لو اكسر سيارته يمكن فيها اسلحه في الداخل. او ماي جاد لو عندي قنابل بس. ما دريت انه عنده. اوكي رجع اكل ضربه واحده بس. محتاج خشب حتى ابني انا اصلا. او في شخص برا المستعمرة. او ماي جاد يا اخي عنده دي بي، اخاف اقرب شوي ابلع دبل هيت اموت. لو لو رصاص حارق رصاص حارق. اوكي عندي سيمي تاني خلاص في السيارة. يزري بي. يزري بي ذكي نود ذكي. ايش رايكم امر سب؟ بالله يا المنتج ان شاء الله ما انسى ارجع اللقطه بس. اوكي ما يدري ان لو تطلع بديتك شويه برا السياره راح تاكل دمج. اوكي حاليا كفايه لعب، لازم اعرف الديزاين حق بيسه. اوكي اتوقع هذا كفايه. يب تخيلوا ساب الباب مفتوح للصال. مغفل الباب مغفل. اوكي انا هذا هو اللي عندي، انا جيت اريد نود مالتوفس بس حاليا اعرف ان هذا هو نفس الديزاين اللي دايم يسويه، واتوقع اني اعرف نقاط البيس. بس في نفس الوقت ابي اهرب، لكن ابي يطلع لي بسلاح يا اخي. اوكي اصبر الواضح انه زعل. كسر سيارته؟
اجيب خنابل من بيسي، ايش رايكم؟ عنده رصاص حارق كثير. ايه اللزقس في شوتجن تراب ما بيا خاطر، طلقه واحده واموت. بس انا والله وساخه ويجي فوق بيس نود. طبعا هو سوالي قبل شوي كان موجود فوق بيسي بدي بي، انا رديت المعروف، لكن انا بسامي يعني انا افضل، يعني انا افضل وكان بدي بي انا بسامي، يعني عنده فرصه يذبحني ياخذ سيارتي واثنين سميات. انا كريم والله انسان كريم بس يطلع لي بدي بي وش اسوي له؟ ده من هذا شخص ثاني مكمبر بدي بي. بكروسبو مو بدي بي، هذا عشوائي. حسبته فتح، والله حسبته فتح. اقدر اشيله، نايس نايس. ذا نذر دي بي، قاعد اخذ كل دي بيات نود. راح يطلع نيكد يا نود، وش هذا يا اوكي رجعت للدي بي، اند حان الوقت للعوده للمنزل. كفايه والله يا هيل. قاعد يناظرني. قفل المستعمرة. ماي جاد، قفل المستعمرة نود. شيت، انا عالق حاليا، سيارتي عالقة، انا اقدر اهرب. بليز نود، بليز افتح البوابة. اوكي مو هيك يا نود، قفل المستعمرة، حط حائط وانا ما كنت ادري. العبقرية نود يا اخي، انا والله ما كنت حسب لها حسبة. اقدر اهرب اقفز، لكن السيارة، سيارتي افضل من اوكي سيارتي افضل. اوكي راح اعطيه له، تخيلوا اعطيته اللوت الكامل الديبيات الفول هيفي، وبرضه راح اعطيه احد اسلحتي عشان يطلعني. واضح انه زعل المسكين. اوكي طلعني. تهل ما ليش ما يفتح الباب؟ كان اتفقنا اعطيه كل اسلحته وبرضه السيمي حقتي اللي ذبحته بيه حتى يطلعني. يقول لي باي. اوكي يا نود، اوكي سرق مني السيمي. اوكي راح تشوف. وات؟ اوكي يقول لي لا تزعجني كذا، اوكي سرقت مني السيمي، راح اقول لهم ايش اسوي يا شباب. راح ادخل لمستعمرته، افجي سيارته، اخذ السيمي، اطلع. ما راح اخذ اي شيء الا السيمي حقتي. ممكن فيها لوت سياره، ممكن ما فيها لوت، اي دونت كير، ابي اخذ السيمي حقتي بس واهرب. يعني ليش حبسني وتقول لي اعطيني السيخ؟ اوكي لازم بسرعه، لازم بسرعه. اوكي اخاف يطلع لي من السطح يدعسني بس. يب اوكي اوكي عندي وقت اتوقع اكسرها صح؟ انا بس ابي السيمي لي راح يطلع من السطح. ما تعلم ما تعلم اني اطلع دايم من فوق هذه. اوكي حاليا مهمة استرجاع السمي، راح اكسر المقدمة السيارة حتى اقدر اشيل القفل. يلا انا طبعا اللي اوريدي دمجها. شيت رصبا. سوري نوت.
أوه معنا غلط أخذ جيرة يا أخي. بس أبي شيك وش في السيارة. بس آسف آسف يا نود لو تشاهد هذا المقطع. توقع حرام أسرق جيرة. أوكي هذا الكود راح. شوف ما فيها لوت. أسوي لي باق داخلها ليش لا؟ ما فيها لوت. أتوقع إني لازم أرجع لجيرة. أوه والله قطع ميديوم. قطع هاي كواليتي ميديوم. فراح أرجع لجيرة في هذا المكان وراح أطلع أقفز من المستعمرة. بس كذا نكون تعادل يعني. ما سويت لك أي شيء وما سويت لي أي شيء. بصراحة رايدة بعد فترة قليلة. ما عنده بايثون مرة. في شخص عنده بايثون برا مستعمل. هل هو نود اس 3 هيتس؟ مات صح؟ ما مات. وات ذا هيل. اوكي هل والله ما مات. كيف من ورا الحائط قتلني؟ تهل من هذا. هذا نود؟ لا مو نود. دادو. Who the hell is this؟ كويس اني سويت باك في سيارة نود. ما راح اخذ جيرة مع انها انظف. اثنين اوكي نود راح اروح. عندي تايمر وما راح. كاكو دادو كاكو مين هذا؟ ما ادري اول مره اشوفه. ما راح الحقهم بسيارتي. اعرف مكان بس مخربوا علي يا اخي مهمه استرجاع السلم. المشكله ان انا اصلا ما عندي اسلحه في السياره. اوه هيت. ما عندي اسلحه في السياره. كان مسوي هذي بيت الغبي. نوب ما يدري ان هذا سيارة ارمود ما راح تتأثر. التهل عندهم كل التيسيات. كويس اني هربت. كانوا يقدروا يحشروني بايزلي. عندهم كل التسيات في هذه المنطقة. او ماي جاد يا الحاج. لازم ارسبن على طول اهرب. قاعدين يدفون. وات ذا هيل. كيف هاكر؟ كيف لازم ارسبن سلاح؟ والله ارسبن سلاح وارجع لهم يا اخي. وش هذا؟ راح يدفون السيارة للماي. راح يخربونها والله حرام. هيت مات. اوكي لساده صاحب بايثون صاحب تومي. هيت اوكي. انا غبي طلعت بولتي بس لك في نفس الوقت ذكي. شوفون حوطوا السيارة ببطارية وريب. ايش الخياس هذا اصلا؟ ليش بانين تريليون تي سي؟ ليش؟ اسمهم كاكو ودادو. ناس غريبين والله. حاطين المنطقة كاملة بتي سيات. راح ادعسهم. هيد شوت ابلع يا بوت. والله قريبا خربوا علي يا اخي تحدي ريد نود. اوكي هذاك صاحب البايثون مات وما رجع. فما ادري وين يسكنوا صراحة. لازم الاقي بيسهم. كانوا راح يكسرون السيارة. فمثل ما قلت لكم خربوا علي تحدي نود لانه راجع نيكت. يسكنوا في هذه المنطقة ضروري الاقي بيسهم. والله لا الاقي بيسهم. كاكو يب هذا هم. حروم خسرت السيارة. اوكي واحد حلو. هي اصلا سيارة فارغة لكن القطع يا اخي قطع مرة اكسبنسيف وارمور. اوكي حلو يب ما ادري. ما اقدر اطلع.
بليز بليز شيل الريبير بنش يا اخي، ما اقدر اطلع. Good luck man, good luck. بدينا في التوكسيك. يقول لي حظا موفقا بصوت طفل. مشكلة يا اخي، فكر يا ايدكس كيف اطلع. والله ابغى القطع يا اخي. اوه شيت، اتوقع تتحرك على اليسار. لحظة يبكي بتتحرك، تتحرك بليز. اوه شيت تتحرك، والله تتحرك. لو احركها يسار بس. اوه ماي جاد، حط لي شيء، حط لي شيء ثاني. انا رحت فيها، سيارة راحت فيها. قاعد يصفق. اوكي يا نوب انت، والله لا لا بس والله لاقي بيسكو، والله لما بيسكو فاونديشن واحد تعذيب هذا. او شيت. ليتس جو ليتس جو. يا نوب يا نوب يا بوت، ابلع بس استرجعت السيارة. ليتس جو، السيارة راحت فيها اصلا، مكسرة كلها اتكسرت. بس حلو استرجعنا السيارة، السيارة مو الشيارة. لو عجبكم المقطع شوفوا لسوني باللايك. اوكي امزح. راح ارجع ادور في المنطقة ذيك بدي بي حتى الاقي مكان بيسهم، لان انا متأكد في منطقة الميناء، لكن بالضبط اي بيس ما ادري. اوش او جي 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 جي. السيارة راحت فيها، راح اطلع لهم بأيك ادعسهم، راح اطلع بأيك ادعسهم. خلاص كسر السيارة خلاص. اوكي دقيقة بس. تو هيتس، هيلث 1 هيلث 1 تو هيتس. اوكي هذا اول ديل. اوكي الاول مات، الاول مات، صاحبه مات. ما عندي ابر. قاعد يبوش بوتس، والله لا بوتس. خربوا كسروا السيارة اكيد. هم نفسهم كاكو دادو، اسمائهم غريبة برضو. وش كاكو دادو؟ ايش هذا؟ جيب السيارة. يب هذا دادو وهذا كاكو، سرقوا قطع السيارة تخيلوا. اجيب البايثون بوت. اوكي اوه شيت ما اقدر. استرجعت قطع السيارة، راح ارجع نيكد اشيك على مكان بيسو. رجعوا بسميات، ليش رجعوا؟ يبوني اطلع بأي كي مرة ثانية؟ اوكي اوه شيت، عندي مؤقت. نسيته في السطح يا اخي. مشكلة كان بالي فوق الجبل، فهذا اللي اندعست. مكان البيس مرة خايس، حسبته مكان استراتيجي، والله اسحبها مكان زبالة. نو. بس انا عندي مؤقت اتوقع، ما اقدر اسبد. شوفونا وين نود يا اخي، اكلم فيه على ستيم قول له تعال يا اخي اجلدهم ساعدني. نود مأفك. اوكي راح يريدون، راح يريدون، راح يريدون، راح يريدون. راجع بأي كي، راح يريدون. شيت وانا سايب الباب اللي فوق مفتوح ترى، عندهم الفول هيفي. انا مت، لو تو فول هيفي انا ما عندي اي شيء، مو جاهز والله، مو جاهز للريد. شيت ما عندي اصلا رصاص. ما عندي ابر. وين ال وين السلام؟ هيك راح ينكسر. ما عندي اصلا رصاص. انا اندعست، لو يريدون انا اندعست. يب جي جي. يا رب.
حرام راحت فيها. ما عندي رصاص. لو اقدر اقفل الباب بس. جي جي. طبعا يا شباب زي ما تشوفوا انا مو منتج حاليا. طبعا اللقطه هذه سويتها اتوقع في مقطع امس او قبل امس، قطعت صوتي وسويت اعطيتكم اللقطه. طبعا اغلب اتوقع اني راح ادعسكم وكذا، لكن الغلطه الوحيده تخيلوا اللي سويتها، بما اني نظرتي للجهه اللي تشوفونها هذه هي اليسار، انا نسيت ان انا مسوي كيلوك مو كود لوك، والقفل كان في الجهه اليمين. يعني لو انا رحت لليمين مو اليسار كنت اقدر اقفل الجراج دور وكان عندي احتمال اني افوز، لكن الغلطة البسيطة هذه. وكان عندهم قنابل، كانوا مستعدين ترى، كسروا سيارتي مستعدين. فكانت بعد هذه اللحظة كنت أنا مرة زعلان إن تكسر البيت عندي مؤقت، حرفيا اندعست وما أقدر أسوي أي شيء. والله ما أدري وش راح وش أقول لكم الصراحة، شعور غريب يا أخي. شوفون هذه كل التيسيات حقتهم، منطقة كاملة التيسيات، اكسترنال تيسيات حقتهم. هذا مكان السيارة، شوفون بطارية، خربوا علي كل شيء، خربوا علي ريد نود، خربوا علي السيارة، خربوا علي. والله انا نود واضح اكيد مأفك، ما ادري وين. اوه هذوكهم يب سيلوا البيت صح، يب سيلوا سيل البيت. بس الاقي مكان بيسكم بس، والله لا انتقم منكم شر انتقام. يب هذول الاثنين. اوكي انا حاليا بس ابي اعرف الاتجاه اللي يشوفني هذا. اوكي هذا كان عنده منظار. اوكي دخلوا. اوكي بس علي بس انتظرهم فوق برج الطاقة هذا. برج خليفة انتظرهم. يروحون البيس، اعرف مكان بيسهم ايزلي، ما احتاج اسوي اي شيء. وات من هذا؟ نوت؟ لا مو نوت. هلو ذا هيل از اوكي كويس، هذا لساتهم ينخلون في لوتي. يب هذا في لوتي يعني قاعد يسرقون لوتي، ما معي هذه الام 39 حقتي. اوكي روح لبيسك، ما في احد قاعد يراقبك. يف هذا اشاره حمراء، بس الاتجاه مو ساتلايت دش. شوفوا الاتجاه بس. اوكي وين صاحبه ما ادري، هم اثنين ترى، كاكو ودادو. اسماء غريبه يا اخي، ايش هذا؟ مو ساتلايت دش. يب اسلحتي عنده اكثر من سلاح، قاعدين ينقلون اللوت بس مو لسه. والله ما ادري يا اخي وين رايحين. يب مو للساتلايت، رايحين الجاس ستيشن. يب 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 بالضبط بيسهم منطقة الميناء. شوفون المنطقة اليسار هذيك منطقة الجاس ستيشن، والله لا شيء مكان بيسكم. انا متأكد المقطع هذا راح يكون طويل شوي، لان صارت فيه احداث طويلة في وقت قصير. ريد نود ريدوني، كسروا السيارة، حاليا في غضون دقائق بس صرت مشرد من عندي ايكيات وكذا، صرت مشرد. اوكي تشوفون الاتجاه، عنده سايلنسر، عنده كاتم صوت ضرب الدب. هذاك الثاني صاحبه. يب هذا قاعد ينقل في اللوت الواضح، اما هذاك اللي رافع، هذاك اللي ناقل اللوت لبيسه. ان شاء الله ما يشوفني بس. أب. والله بوتات يا اخي، والله بوتات لو طلعت بايكل مره ثانيه. اوه بيتهم الكهف، بيتهم الكهف يا شباب، لقيت بيتهم الكهف. يب اكيد بيتهم الكهف، تريليون في المية بيتهم الكهف. يب راح ورا الصخرة، هذاك مدخل الكهف. يب لقيت بيسه، جي جي دعس ايزي. بكرة راح ارجع اسوي بيت ساتشلز سي 4 بوم بوم، راح ارجع انتقم منه. بيسه ما عرفت مكان بيسه، مو الكهف يعني. من اغرب الناس اللي بس غريبة يا اخي. انا تعبان والله، اتوقع اني راح اخذ لي بريك.
اوكي شباب معكم ايديكس المومنتش، فمثل ما تشوفوا بكل بساطه المنو بريدوني بسبه غلطه. يا اخي ديزاين زباله، اوكي ما راح اسوي هذا الديزاين ابدا. مشكلتي انا بوت، انا ما افرم يا اخي. ان شاء الله في السلاسل القادمه راح احاول افرم اكثر بدون ما اصور، حتى اطور بيسي يصير اقوى. يا اخي بيسي كان مجرد 4 جراجات دورز بس، سبت واحد مفتوح كسروا 3 ابواب جي جي انتعست. وبرضه ديزاين زباله، ما راح اسوي هذا الديزاين ابدا في المستقبل. فزي ما تشوفوا بكل بساطه عرفت ان جمعت معلومات كثير وعرفت انهم يسكنوا في الكهف. طبعا بيوت الكهف معروفه باكسبنسيف، فخطتي كانت بكل بساطه اني ارجع بعد كم يوم مع نود، فلان حاليا انا في مستقبلي اعرف ان نود سوالي باج وكذا. نود اسطوره يعني، عرف زعل لما مو زعل يعني، قال يا ترى انا كنت مأفك وكذا ما ادري والله. فالاسطوره اعطاني باج في بيسه. هل راح العب مع نود؟ اي دون نو، ما ادري يمكن. ف ما راح اقول لكم، ما راح احرق عليكم ايش صار. فلو عجبكم المقطع يا شباب لا تنسوني من لايك واشتراك. اشوفكم ان شاء الله في مقاطع مقبله. كان معكم ايديكس، اشوفكم على خير. يلا باي باي.